هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ياسمين الشريف، بروفيشنال هير دريسر. حلقه الصبغه جالي منها فيدباك حلو جدا. النهارده بقى عامله لكم حلقه مخصوص عن الشعر الابيض. كل بنوته عندها شعر ابيض تتفرج علينا النهارده. اديتكم معلومات المره اللي فاتت عن الشعر الابيض، النهارده هطبق لكم كل المعلومات اللي اخدناها وهتشوفوا ازاي الابيض هيتغطى. اتفرجوا على الحلقه ويا رب تستفيدوا. النهارده معانا شعر مش بس فيه ابيض، فيه اكتر من لون، ابيض واسود وبني. تعالى اوريكم ازاي هنغطي الابيض ونوحد اللون كله. زي ما انتم شايفين الشعر من قدام فيه ابيض والجذور فيها اسود، ومعظم الشعر لونه بني. لو شعرك زي الشعر اللي معانا النهارده هتحتاجي تشتري درجة 6 و7 من اي براند صبغة هتستخدميه زي اللي معانا كده. المفروض ان احنا لو الشعر ابيض اكتر من كده هنحتاج نستخدم درجة 6 لو الشعر فيه ابيض اكتر من الشعر اللي عندنا النهاردة عشان يقدر يغطي الابيض. احنا دلوقتي فضينا الصبغة خلاص، زي ما قلت لكم احنا حطينا 6 و7. يا ريت ما نكترش في الاكسجين، يعني العبوه بيبقى معاها امبوله الصبغه ومعاها الاكسجين بتاعها، فيا ريت نحط ده، ما نحطش اكتر من كده. لو هنحط نص الامبوله بس، لو احنا شعرنا خفيف هنصبغ روتس بس هنحط على الابيض اللي في الجذور، فبس نستخدم نص الامبوله ونحط معاها نص كميه الاكسجين اللي بيكون معاها في العلبه. تعالوا اوريكم ازاي هنحط الصبغه للشعر الابيض. اول حاجه هنبدا نحط على اللي قدام، especially ان احنا اللي عندنا قدام ده اكتر حاجة فيها النهاردة ابيض. وعموما احنا طول ما في شعر ابيض بنبدأ باللي قدام الاول، بعد كده بنبتدي ناخد الجذور. النهاردة الشعر اللي معانا ده عشان فيه كذا لون، فانا هحط الجذور اوكي، وهسيب الشعر عليه الجذور تلت ساعة، وبقية الشعر هحطه يعني الباقي وقت من 45 دقيقة اللي احنا اتفقنا عليهم قبل كده، ان احنا بنحط الشعر الابيض 45 دقيقة يتصبغ عشان يغطي الابيض كله. فدلوقتي هنحط على الابيض، وبعد تلت ساعة من ما حطينا الابيض هنحط على الصبغة اللي تحت اللي اوريدي اللون مسبوق في بني عشان نعدل اللون اللي تحت كمان وياخد نفس لون الصبغة اللي احنا هنصبغها دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده بنحط على كله، حتى الاسود اللي جوه اللي مفهوش خلاص ابيض بنحط عليه عشان يوحد اللون مع الابيض، لانه الابيض اللي بيبقى في الجذور بيبقى بيخلي الجذور شكلها افتح من الروتس الطبيعيه، فهنحط الاثنين مع بعض عشان يجيبوا نفس الدرجه. احنا دلوقتي حطينا الروتس، زي ما قلت لكم هنسيب الروتس تلت ساعة، وبداية من بعد 20 دقيقة هنبتدي نحط على اللي تحت عشان نخلي اللون يبقى كله لون واحد. بعد 20 دقيقة رجعنا لكم عشان نوريكم ازاي نكمل بقية الشعر. بفكركم ان احنا قلنا انه الشعر لو فيه كذا لون، لو اللي تحت فاتح النص اللي تحت فاتح بنسيبه ما بنخدوش كله 45 دقيقة كاملين لانه اوريدي واخد لون، فاحنا بس بنعدل اللون لان الصبغه مش هتغير في لون الصبغه، هي هتغير في الضي بتاع الصبغه. هنكمل بقيه الشعر اوكي، هنبتدي نغطي كل اللي تحت اللي ما فيهوش صبغه خالص، ونتاكد انه الصبغه وصلت لكل الشعر من تحت عشان بعد ما نغسل ما نلاقيش اي الوان مختلفه عن بعض في الشعر. عموما هو دايما اللي عنده شعر ابيض بيبقى اللي تحت مسبوق واللي فوق بس الجديد هو اللي طالع مش مسبوق، فاحنا بنحط اللي فوق تلت ساعة لو احنا محتاجين نظبطه كله، لكن لو هو اوريدي اللون عاجبك خلاص تمام، مش كل مرة هتصبغي الشعر كله، لانه غالبا اللي بيبقى عنده ابيض كتير بيصبغ من 4 ل6 اسابيع، فده وقت قليل طبعا، بس بيبقوا مضطرين ان هم يصبغوا شعرهم عشان الابيض بيبقى ظاهر اكتر في الجذور اللي قدام.
ودلوقتي بعد 20 دقيقة حطينا الجزء التاني من الشعر زي ما وريتكم، هنسيبه 20 دقيقة ونرجع لكم بعد كده نوريكم النتيجة. رجعنا لكم بعد ما غسلنا الشعر. اول حاجه بنعملها بعد يعني بعد ما بنخلص خلاص وقت الصبغه عشان نغسلها، بنغسل شعرنا بتوكو الشامبو كويس قوي، نحط حمام كريم في النص اللي تحت من الشعر عشان يطرى. لو انتوا جايبين صبغه اللي هي العبوات من بره بيكون معاها زي كونديشنر كده، عبوه صغيره بنستخدمها عشان يطري شعرنا بعد الصبغه. تعالوا ننشف ونوريكم النتيجه. دلوقتي احنا نشفنا شعرها خلاص، تعالوا اوريكم بقى النتيجة. كده الاسود خلاص اتغطى والشعر بقى زي ما انتوا شايفين لون واحد. احنا كده نشفنا شعرها بس ما عملناهوش بقى بيبي ليس ولا كده، شايفين اللون بعد ما كان هنا اسود كده الشعر بقى كله لون واحد. كده احنا خلصنا حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا واستنوني في حلقات جديدة.